طبعا يعني الماء زي ما ذكرت مهم جدا في الحياة الجنينية والحياة ما بعد الجنينية للأطفال، ولكن يعني يتراوح أهميته وكيفية إعطائه يعني في الأعمار ما بعد الولادة. نعم، طيب دكتور خلينا نتكلم، متى العمر المناسب اللي لابد الأم تنتبه تبدأ يعني تعطي الموية للبيبي الصغير أو الرضيع؟ هو طبعا منظمة الصحة العالمية تنصح يعني بعدم إعطاء الماء بشكل خارجي للطفل الرضيع في السنة الأولى إلا بعد 6 أشهر. طبعا وهذا يعني استدلالا على أنه يعني الطفل الرضيع في 6 أشهر الأولى من عمره هو لديه حاجة للماء، ولكن يحصل على الماء بطرق أخرى أغلبها من الرضاعة الطبيعية. ولذلك الرضاعة الطبيعية من الأم تحتوي تقريبا على 80 إلى 90% منها من الماء. حتى إذا افترضنا أن الرضاعة الطبيعية غير ممكنة، عملية تحضير البدائل الحليب أو الرضاعة الصناعية فيما تسمى الجزء الأكبر منها يحضر من الماء. لذلك ال6 أشهر الأولى من عمر الرضيع ما بيكون في أي حاجة لإضافة كميات ماء من الخارج.